ازاي تختار الفندق بتاعك بأرخص سعر؟ دي مشكلة بتواجه ناس كتير قوي لما بتيجي تحجز لشرم الشيخ او الغردقة او حتى بتحجز اي فندق في مصر، مش بيبقى عارف ازاي يختار ارخص طريقة حجز. في طرق كتير انك تحجز بيها الفندق بتاعك في مصر. تعال النهاردة اقولك على ارخص طريقة تقدر ان انت تحجز بيها الفندق بتاعك. رقم واحد، لازم تقارن الاسعار. ما ينفعش اخش على النت اشوف ويب سايت واحد واخش احجز من عليه. ده بالنسبة لك لو انت مستعجل او لو انت مش مهتم بالسعر، دي حاجة ترجع لك. لكن لو انا بدور على سعر كويس، اهم حاجة هعملها ان انا اخش اقارن الاسعار. اول حاجة بعملها بخش على الويب سايت بتاع الفندق وبدور على سعر غرفة مناسبة ليا ومناسبة للسعر اللي انا عايزه، وبكمل الحجز بتاعي عادي لغاية لما اشوف السعر بعد الضرايب عامل ازاي. اهم حاجة انك تشوف السعر بعد الضرايب. وكمان بقدر اخش على بوكينج واجودة واشوف سعر نفس الغرفة دي عاملة كام على بوكينج وعاملة كام على اجودة. ساعات ممكن تلاقي سعر كويس جدا على الويب سايت بتاع الفندق ولكن مفيش ولا غرفة متاحة، الفندق كله محجوز. لو تقدر احجز الفندق بتاعك قبل الميعاد اللي انت عايزه بشهر، ان دايما الحجوزات بتبدأ قبليها بشهر. متخشش تدور مثلا للاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده، لانك هتضطر انك تقبل بالسعر اللي موجود، لان الفندق بيحدد عدد غرف معين ان هو يبيع بيها، وبيحدد عدد غرف يبيع بيها البوكينج، وعدد غرف معينة يبيع بيها الاجودة. وعن طريق كده بيقدر الفندق ان هو يسوق لنفسه، وبيسوق لنفسه كل شوية بسعر مختلف. في فنادق بيبقى السعر عن طريق الويب سايت الفندق بيبقى ارخص من بوكينج وارخص من اجودة. عشان كده دايما بقولك اول حاجة تعملها خش شوف السعر على الويب سايت بتاع الفندق اول حاجة. حالة ان مفيش غرف متاحة على الويب سايت بتاع الفندق، هبدأ ان انا ابص على بوكينج وابص على اجودة، واشوف افضل سعر على بوكينج وافضل سعر على اجودة بعد الضرايب والتأمينات. اهم حاجة لازم تركز فيها السعر بعد الضرايب والتأمينات، لان في ناس بتخش على الويب سايت بتاع بوكينج او اجودة وتفرح بالسعر اول ما تشوفه، ولما تيجي تكمل الحجز تلاقي السعر مختلف. ودايما حاول تخلي الحجز بتاعك قبل الميعاد اللي انت عايزه بشهر، ده لو تقدر. لو ما تقدرش يبقى هتخش تشوف السعر المناسب ليك وتقدر ان انت تحجز بيه في الفترة دي، ولكن لازم تعرف ان السيزون دايما بيبقى اعلى سعر موجود للفنادق. السعر اللي بحجز بيه الفندق في الشتاء مختلف خالص عن السعر اللي بحجز بيه الفندق في الربيع، مختلف خالص عن سيزون الصيف. بالنسبة لشركات السياحة، انا ما بحبش شركات السياحة نهائي. شركات السياحة مش بتديني الاوبشن ان انا اختار فيو الغرفة اللي انا عايزه. كل اللي هو بيفهمهولك ان هو بيرشح لك فندق كويس، ممكن يكون هو فندق 3 نجوم او 4 نجوم ويسوق لك ليه ان هو فندق 4 نجوم او 5، يقول لك ان ده فندق كويس مع all inclusive، ولكن مش بيسوق لك غرفة كويسة. مفيش الاختيار ان انت تختار سي فيو، مفيش الاوبشن ان انت تختار جاردن، مفيش اختيار باي حاجة. يعني انت بتقبل بالحاجة اللي موجودة. مجرد شركة السياحة اللي هي بتعمله ان هي بتوديك على باب الريسبشن وبتسيبك وبتمشي. في ناس كتير بتشتكي من معاملة شركات السياحة. عشان كده افضل طريقة انك تحجز بيها انك احجز بالفندق بنفسك، عن طريق ان انت تجيب رقم الفندق من على النت وتتصل بيه وتحاول تشوف ايه الاوفر المتاح عندهم دلوقتي، عن طريق ان انت تشوف الويب سايت بتاع الفندق. اخر حاجة هتقدر ترجع ليها ان انت تشوف الاسعار على بوكينج واجودة. بالنسبة لاجودة، في مشكلة ناس كتير بتقع فيها ان هي تقول لك بعد ما حجزت بروح الفندق مش بلاقي الحجز بتاعي، عشان هو انت بتحجز بفيزا ما عليهاش فلوس. اجودة غصبا عنه بيلغي الحجز وبيديك فترة سماح ان انت تدفع من يومين لثلاث ايام، وبيبعت لك رسالة على الجيميل بتاعك ان انت الحجز بتاعك هيتلغي. طبعا في ناس كتير ما بتاخدش بالها من قصة الجيميل، ما بتبصش على الجيميل اساسا، او ممكن يحط ايميل هو ما بيفتحوش. عشان كده لازم لما تيجي تحجز من على اجودة، دي حاجة تخلي بالك منها كويس جدا على اجودة، انك تحط فيزا تكون مغطية تكاليف الفندق. اذا الفندق مثلا عامل 20,000 جنيه وتروح تحط على الفيزا 10,000 جنيه، وكده اجودة بيفهم ان انت ممكن تكون عامل حجز وهمي، او انت مش متأكد من تواريخ الحجز بتاعتك. ميزة كويسة جدا في اجودة ان في الغاء الحجز المجاني، ان انا ممكن الغي الحجز بتاعي في اي وقت ومش هتخصم مني اي فلوس. فبالتالي ما تخافش
انك تحط فلوس على الفيزا بتاعتك وانت بتحجز عن طريق اجودة، غير بوكينج اللي بياخد منك نسبة كبيرة لما بتيجي تلغي الحجز بتاعك. وفي نهاية الفيديو ما تنساش السبسكرايب والفولو وفعل زر الجرس لو الفيديو عجبك.